خيمة المساعدات هذه تم توسيعها من أجل تحمل الأعداد المتزايدة من اللاجئين، لكن ما يثير الاهتمام هنا هؤلاء سيدات بيوت يسكن مدينة زاهوني والتي لا يتخطى عدد سكانها 5000 شخص، لكنهن يأتين هنا كل يوم لتحضير الوجبات الساخنة والطازجة للاجئين. ويتم توزيع هذه الوجبات كالحساء الساخن واللحم والأرز والدجاج، كل ذلك بدون مقابل، كما يوفرن المأكولات الخفيفة والسريعة والفاكهة والقهوة والشاي. سيدات زاهوني ضربن مثالا حيا على أهمية التضامن الاجتماعي ومساعدة اللاجئين مهما زاد عددهم. كريم ناصر، سكاي نيوز عربية، من الحدود الهنغارية الأوكرانية.